الثالثة صباحا 12 بتوقيت جرينتش، موجز اخبار جديد في حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. اكد مصدر رفيع المستوى لإكسترا نيوز ان رئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الاحمال، واصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على انهاء الأزمة تماما في اقرب وقت ممكن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا توجد بها أزمة توليد طاقة أو نقل أو توزيع على الإطلاق، كما أشار إلى أن هناك ضغط على الموارد الدولارية لتوفير الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء المعنيين بأزمة الكهرباء، أكد مدبولي أن هناك خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال مع نهاية العام الحالي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استباقية، وذلك للتخفيف من فترة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، معلنا أنه تمت الموافقة على تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافية، والتي ستبدأ في الوصول مطلع الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى 180 مليون دولار. كما أكد مدبولي أيضا وضع خطة استباقية واستثنائية لتخفيف قطع الكهرباء خلال موجات الحر التي تتعرض لها البلاد، كما أشار إلى أن الدولة تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، والتي سيتم توفيرها بشكل فوري لبدء استيراد شحنات الوقود. أعلن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد تعهد الحكومة أمام مجلس النواب بتقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من أول يوليو. جاء ذلك في تعقيب للوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ألقى عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة لذلك مع امتحانات الثانوية العامة. وقال فؤاد إنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز، وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء. كما أكد تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من أول يوليو القادم. انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء، والنائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف. كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت سارفم والسيدة محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف. وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا بإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الشكر لمصر، وذلك لتمكين نحو 1100 طالب فلسطيني من أداء امتحانات الثانوية العامة في مصر. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني أشار مصطفى إلى عدم تمكن نحو 39 ألف طالب فلسطيني من أداء الامتحانات في قطاع غزة، وذلك بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عليها. قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن إنه حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب،
وأضاف أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين وتدمر كل فرصة لتحقيق السلام، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين. كما أكد أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الموجز. مزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود ظاهرة محاضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي، وإلى اللقاء.